إن العلم مهم في رمضان لأن المرأة يعرف به درجات الأحكام. وقد بيّن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ومن بعده الشيخ تقي الدين أن من أعظم فقه المرء وعلمه بالله عز وجل وبأحكامه أن يعرف درجات الأحكام، وذلك أن يقدم المقدم على المؤخر والأولى على ما دونه ونحو ذلك. وهذه المسألة مهمة جدا في رمضان بخصوصه، إذ المرء يلزمه في رمضان أن يعرف درجات الأحكام وما الذي يقدم من الأعمال على غيره وذلك أن بعض الناس ربما انشغل في هذا الشهر الكريم بالمفضول عن الفاضل وبالأمر الذي يكون أقل أجرا بالأمر الذي يفوت إن لم تفعله في هذا الشهر الكريم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت المواسم ما هي الأعمال التي يخصونها أو يخصون هذه المواسم فيه. فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالمرء إذا كان عالما بالشرع فإنه يعرف درجات الأحكام وما الذي يتأكد فعله في هذه المواسم الفاضلة، فينشغل به ولا ينشغل عنه، وينشغل به ويترك غيره مما يفعل في غيرها من المواسم.